دول الدبابات اللي ماشيين اللي زي هيك وماشيين بالعرض وفي اتيتيود كتير عالي والتستوستيرون للسماء ما بطيء هاي الانفايرمنت كلها يا سيدي. انا اعتبرني انتميديتد يعني انا مش مرتاح لهاي الناس ومش مرتاح اني اكون بهاي الانفايرمنت بجسمي حاليا. نحكي بهذا الفيديو عن شو هو أفضل تمرين لإلك لشخصيتك أنت أو شخصيتك أنت. أنت حاولت والله أنا رحت مرنت قبل هيك ورحت على الجيم وحتى كنت مع مدرب ومع في شهرين مليت وزهقت والتمرين مش حلو وبطلت أروح لأنه ملل. هون بتعرف يعني مش كل الناس عندها نفس الشخصية ومش كل الناس بتفكر بنفس الطريقة ومش كل الناس عندها نفس الهدف وبرضه مش كل الناس عندها نفس الانضباط والديديكيشن. فإذا أنت يعني بتلاقي شخصيات هو برغم أنه بيكره كل إشي بس خلص عنده انضباط اليوم بروح بعمل 1 2 3 4 خلص بخلصهم. مش كل الناس هيك. برضه كمان شغلة اللي حكينا عنه بالفيديوهات اللي قبل أنه أنت بدك تاخذ هذه كلايف ستايل. اللي أنا بحاول أوصل للناس أنه ما بدنا شورت كاتس. أول شيء ما بدك تروح تعمل جسم بثلاث شهور ولا ست شهور وبعدين خلص وترجع ماشي تنصح بتنحف تنصح بتنحف تنصح بتنحف. هذا مش كويس للجسم، هذا مش كويس طريقة كيف السكر بيطلع بينزل في الجسم، هذا كله بيعمل لك مشاكل لقدام. اللي انت بدك اياه نوصل لمرحلة وصلنا جسم انا مبسوط فيه ونضلنا نحسن عليه، او يا سيدي ما بدناش وصلنا جسم بلشنا من اليوم. بلشنا اليوم انا جسمي هيك شكله بدي بس اضلني اتحسن كل يوم احسن عن اليوم اللي قبله، كل سنه احسن عن السنه اللي قبليها. احنا حناخذ الموضوع از لايف ستايل، انا حنمشي فيه لغايه ما اموت. هلا اذا انت متفق معي بهذا الموضوع اوكي، بس انا ما بحبش التمرين وبمل منه وصراحه الجيم يعني كله هذول الدبابات اللي ماشيين اللي زي هيك وماشيين بالعرض وفي اتيتيود كتير عالي والتستوستيرون للسماء ما بطيء هاي الانفايرمنت كلها يا سيدي. انا اعتبرني انتميديتد يعني انا مش مرتاح لهاي الناس ومش مرتاح اني اكون بهاي الانفايرمنت بجسمي حاليا. انا عندي كرش ومش مرتاح اكون بين هذول الناس. بتصير كثير مع الصبايا، بتصير كثير مع الشباب، شيء كثير طبيعي وشيء كثير عادي. راح احكي عنه هذا له سايكولوجيه بطريقه انه كيف الواحد يتخلص من هذا الموضوع ويطلع منه، حنحكي عنها بعدين. بس خلينا نقول هلا انا ما بدي التمرين. بكل واحد وبشخصيته بدك تعرف شو التمرين اللي بناسبك. فقبل ما تبدأ أو يعني قبل ما حتى تروح وتشتري والله شفت هذا المدرب جسمه حلو وكذا وبدي أشتري منه برنامج، فهي أنت شايفني هون، شايف الانستغرام تبعي ولا شايف اليوتيوب، عجبك جسمي، عجبك طريقة حكي، حتشتري مني برنامج. حتروح للبرامج اللي أنا عاملها اللي أنا مخلصها لهلأ ومصورها ومجهزها. مثلا خلينا نقول برامج إلها علاقة بالجيم، وفي برنامج ممكن واحد يتمرنه بالبيت بريزيستنس باند، بس لما بدك تتطور بدك تروح على الجيم. فانا كل شغلي كان كبدايه هاي البرامج. بتروح طيب تحمست شريت البرنامج تبع هذا المدرب او رحت سجلت مع مدرب لانه مش طايق الجيم، ما بديش اياه، مش حابب موضوع الجيم كله. هون بنيجي انك بدك تعرف شخصيتك قبل ما توصل لهالنا. تعرف شخصيتك كيف؟ تروح اول شيء تجرب كلاس. الصبايا بيحبوا كتير مثلا الكلاس اللي فيها رأس. ففي كلاس مثلا اسمه زومبا اللي هي حصة بيعملوها جروب سيشن للبنات اسمها زومبا. في حصة اسمها بادي بامب، في حصة اسمها كروسفيت، في حصة يعني في اشياء كتيرة. وفي نوع من الناس اللي هو بتحفز مع الناس اللي حواليه. في عندك واحد انطوائي بيحب يتمرن لحاله بسماعاته، انا هيك، انا مش انطوائي، انا بالعكس انا كثير سوشيال، بس لما تيجي الموضوع للتمرين ما بحبش احكي مع حدا، والناس بتفكر اني انا كثير عصبي بالجيم مع انه انا حبوب لزوز، بس انا ما بالتمرين راح تشوفني راح تخاف مني. مركز، حط حالي عقلي براسي، سماعاتي معي، بسمع اغاني وبتمرن لحالي، لاني عارف شو اللي بدي اعمله، عارف شو الاوزان اللي حرفعها، وعارف السيكونس تبع التمارين تبعتي. في ناس بيحبوا الحكي، بيحبوا الانفايرمنت، بيحب الكومبتيتيف انفايرمنت، مثلا انه في ناس عمالها بتتمرن بتحمس معاهم، او بيصير انه بده والله هذا هدول عمالهم بيرفعوا زي هيك يلا خلينا ارفع معاهم. هاي الكومبتيتيف انفايرمنت
بتحفز بتحمس حلوه. في الحصص اللي هي مثلا السايكلينج اللي بيعملوها للسبيننج بيقولوا لها، كل حصه لها شيء، بتكون معاها ميوزك وبتكون معاها حركات وموسيقى وهذا ورقص وهذا حلو. اذا انت شخصيتك من هاي الشخصيات ومش شخصيتك انك تكون مع بني ادم واحد لحاله او تمرن انت لحالك، روح على كلاسز، خلي هذا المين تبعك، خلي هذا الشغل الاساسي تبعك. في ناس بتحب اليوغا، هو بيشتغل وبس بيعمل، بحب يعمل يوغا والفلو تبع اليوغا وكذا، بقول لك انا بدي اعمل سترينث. طب في كمان انواع من انواع اليوغا اللي هي اسمها باور يوغا، هاي الحصه كامله ما هي مش بطل فيها ستريتشنج. الباور يوغا معظمها تمارين قوه، برضو حصه حلوه. في ناس بحب ينوع ويشكل كل يوم يشي، بزهق بسرعه، انا من النوع اللي بزهق بسرعه، يلا كل يوم يشي، يوم بروح يوغا، يوم بتلاقي رايح على بادي بامب، يوم بتلاقي يعني تشوف لك جيمز من هدول اللي عندهم كلاسز كتيرة، كل يوم بجرب كلاس معين واللي بيعجبك اكتر اشي امسك فيه اكتر اشي. مش غلط، الحديد والاوزان مش هي الطريقة الوحيدة انك تعمل جسم او انك تصير فت او انك تصير واو. يعني الحديد والاوزان هي طريقة من الطرق. حدث انه معظم الناس بشكل عام لما بدت في هذا الأسلوب، بس بتلاقي ناس مثلا اشتغل على الحديد واشتغل على البادي بيلدينج فترة طويلة بعدين مل، لقي حاله وين؟ بالأولمبيك ليفتنج. الأولمبيك ليفتنج اللي هم برفع البار بيطلع فيها على الآخر هذا فوق راسه، حركة السناتش أو الكلين بريس أو شو اسمه هدول كلين اند جيرك، هدول مثلا فيهم فن، الحركات كلها متحركة كومباوند موفمنت، بس ثم انت عندك 3-4 حركات بتشتغل عليهم. تبعون الباور ليفتنج مثلا لقي حاله انه والله انا موضوع الدايت الزايد والسيكس باك مش هاممني، وهذا انا هاممني القوة، بدي اسير بس قوة، قديش برفع. عندهم 3 تمارين اساسية، بنش بريس، ديد ليفت، والسكوات، بنزلوا فيها كومبيتيشنز دايما على هدول الثلاث تمارين. هدول برضو مثلا إلهم بالقوة، هو مبسوط، عجبه الستايل إنه أنا دخلت في إني أضلني رفعت اليوم 142 كيلو ونص، وبعد بشهرين ثلاثة وصلوا 142 أو 143 كيلو وربع، هو بيكون مبسوط، هاي البروغرس تبعه، هذا اللي هو متبع عليه، شخصيته هيك. في ناس، ما أنا بشخصيتي بحب الفتنس بشكل عام، بحب الكاليستانكس، بحب إني أتعلم مهارة جديدة، بس اكثر شيء مثلا بستمتع فيه اللي هو البامب بالجيم. فلما اروح بكون في عندي بامب هيك حلو، اشوف العضلات كلها فل شغاله، يعني هاي الشكل الاستاتيك انا بحبه. في ناس مثلا الاخر همي شخصيتك، بس جرب اعرف انت وين. صبايا جربوا، صبايا بالعاده بحبوا اكثر الكلاسز من الشباب، بس انا شايف شباب كتير برضو عمالها بتروح لهذا الاتجاه اللي هو تبع السيشنز والكلاس، بس في شباب مثلا بتروح لاشياء اكتر كومبتيتيف للكروسفيت او القصص اللي زي هيك، اعمل اللي بدك اياه. طبعا الكروسفيت انا عندي عليه تحفظ، راح احكي فيه بعدين في موضوع الانجريز، بس اذا في كوتش كويس واذا انت عمالك تتمرن عندك اويرنس بالتمارين ومش عمالك بتعابط وبترفع اوزان بطريقه غلط، خش على هاي الكلاس، كلاس فن بالعكس. والنقطة الأخيرة اللي بدنا نحكي فيها، ابدأ، ما تفكرش كتير، ابدأ، روح شو في اشي حواليك، جرب وابدأ فيه. بديت بكالستانكس، بديت بالركض، بديت في كلاسز، بديت في البادي بيلدينج، بديت مع مدرب، بس ابدأ، حط خطوة الأولى انك تحط رجلك في الطريق وتبدأ، ضلش بس تحضر فيديوهات وانت قاعد، ابدأ وما تقولش بدي أنحف وبدي أعمل وبعدين خلص، خذ قرار، انوي، بلش وابدأ. وأي سؤال بدكم إياه وأي إشي بدكم تسألوه اكتبوا لي إياه بالكومنتس.